العراق قام بمنجزات كبيرة حقيقة، ومنجزات ذات أبعاد إقليمية وعالمية كبرى. العراقيين ضحوا بحياتهم، كانوا قدموا أكبر التضحيات في هذا المجال، لكن نلاحظ أن أحياناً بعض المؤسسات الدولية تتعامل مع العراق بمعايير غير واقعية، لا تأخذ أوضاع الحرب وأوضاع داعش والإرهاب في العراق، تتعامل مع العراق كأنه يعيش في وضع طبيعي. قلنا يجب أن لا تقارن المقاييس والمعايير بهذا الشكل، ويجب أن يكون هناك نوع من التمييز الإيجابي. ما قام به العراق من الانتصار على داعش، حقيقة العالم كله استفاد، واليوم العالم أكثر أمناً وأكثر سلماً مما كان عليه، وهذه تمت بدماء الشعب العراقي. أمانة وجدنا منهم تقبل كبير لهذه الأمور، وقالوا سنصحح هذه المسائل. كان تعليقنا على إدراج اسم العراق في قائمة من غسيل الأموال، وقالوا هذا سنصححه وسترون كيف نصحح هذا الأمر. نحن ننتظر ما تم الوعد به. وكذلك يعني إكمال صيانة الوحدات الغازية، تم التصويت على التعامل مع المصرف العراقي التجاري وتوفير الأموال اللازمة لوزارة الكهرباء للمضي قدما بالعقد مع شركة جي إي الأمريكية. أولا، نحن سبقا أعلننا حقيقة وأعداد هذه القوات مرات عديدة، ليس مرة واحدة، عدة مرات، وهذه ليست أمور خفية. يعني اليوم أيضا صدر من السفارة الأمريكية أيضا بعض الأرقام تتكلم، يعني في كل أسبوع صاعد نازل بحدود 5200، أكثر قليل أقل كثير حسب الحالات حسب الأيام، لكن هذه هي المعدلات التي مطروحة من قبل للقوات الأمريكية. يجب أن أضيف هناك قوات غير أمريكية أيضا، عددها أيضا قارب 2500-3000، لأن هذا إجازات ذهاب نقل، هاي هي الأعداد الموجودة في العراق. العراق لا توجد لدينا قواعد أجنبية في العراق، كل القواعد الموجودة على الأرض العراقية هي قواعد عراقية. نعم، هناك معسكر بعشيقة، وهذه مشكلة أخرى خارج هذا الموضوع، نحن نحاول أن نحله أيضا مع الجانب التركي، هذا لا علاقة له بهذا الأمر. المعلمين، المعلمون ومطالبهم المشروعة، هناك حقيقة مطالب مشروعة لا غبار عليها في مع المعلمين. السيد وزير التربية بالوكالة التقى، عدد من المسؤولين التقوا، نحن سنلتقي أيضا بنقابة المعلمين، وسنحاول تلبية المطالب العادلة والتي في مقدورنا المضي قدما في تنفيذها، وسنسعى لبناء جسر مهم مع المعلمين ونقابة المعلمين من أجل المضي قدما أيضا لإنجاز عدد من المطالب المهمة التي تتعلق بالمعلمين. هسه الزيادة أحسن من النقصان. نعم، مو زيادة عظيمة، مو شيء يعني تسمى مكرمة أو منحة أو شيء عظيم، ما حد يدعي هذا الشيء. توفرت مادة أكثر، توفرت بعض النقد أكثر، زادت الحصة بعض الشيء، يعني التخفيف منها أفضل لو كان مخفف مثلا كيل، وكان يقال مثلا نحن لا نبالي بهذا الأمر. كان هناك نقاشات على المستوى الأمني والأوضاع على الحدود العراقية السورية، وتعلمون هناك هدنة بين قسد وداعش إلى يوم 20/2، هناك هدنة، ندرس الأوضاع، نتابع بحذر شديد. نحن سننتظر إلى يوم غد لنرى هل فعلا هناك محاولات لحسم الموضوع بتسليم داعش أنفسهم، أو على العكس ستعود المعارك على كل العراق. معني بهذا الأمر لأن كثير من هؤلاء المقاتلين هم عراقيين، وبالتالي أيضا نحن جدا حذرين من مسألة التسلل وعبور البعض، لكن نستطيع أن نطمئن أن داعش تلقى على الحدود العراقية السورية ضربة قاسمة جدا ستؤثر على وضعه في العراق وسوريا والمنطقة قاطبةً.